تنفيذ أنشطة مشروع المساواة غايتنا الذي تنجزه جمعية انطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة بأفريقيا بشراكة مع المعهد المغربي للتنمية المحلية وبدعم من هيئة الأمم المتحدة. تنظم جمعية انطلاقة دورة تكوينية عن بعد حول قانون مناهضة العنف ضد النساء، منهجية تنشيط حملات تحسيسية، ثم أدوار مواقع التواصل الاجتماعي في ترسيخ قيم المساواة ما بين الجنسين. تهديف هذه الدورة التكوينية التي سيتم إنجازها ما بين 17 ماي 23 ماي 2020 إلى تقوية قدرات 24 شاب وشابة في مجال النهوض بالمساواة ما بين الجنسين من خلال تعزيز مشاركة الشباب في ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، وذلك عبر خلق فضاءات للنقاش والتشاور حول قضايا المساواة وسبل الحد من العنف المبني على النوع. كذلك تعتبر هذه الدورة التكوينية فرصة لدعم الشباب في إنتاج دعامات تحسيسية وتمكينهم من الآليات اللازمة للابتكار في إنتاج دعامات تحسيسية لتهم الحد من العنف المبني على النوع وكذا الصور النمطية الجنسانية. كذلك تعتبر هذه الدورة التكوينية فرصة لدعم جهود هؤلاء الشباب من أجل إنتاج دعامات تحسيسية خاصة في الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب جراء تفشي جائحة كورونا. هذه الظاهرة أو هذا الوضع الذي يعيشه المغرب ساهم في تنامي نسب العنف المبني على النوع بشكل كبير، الشيء الذي يجعلنا كجمعية انطلاقة نسعى دائما للمساهمة في الحد وبتقليل على الأقل من تقليل نسب العنف المبني على النوع.